لسه مكملين معاكم فقره الفتنس ومجموعه تمرينات ممكن تعملها في البيت لو عندك وقت فاضي. خليكم معانا. مساء الخير، مكملين معاكم حلقات التمرين في البيت. النهارده نوع التمرين هيكون سيركت تريننج، هركز فيها على عضلات الجسم كله. زي كل مره طبعا لازم نسخن قبل التمرين. اول حاجه نسخن بيها النهارده جامب جاكس 30 عده، تمام؟ وممكن نعملها دورين ورايح 30 ثانيه. تاني تمرين معانا هنعمل ني اب في سكوات، خمس عدات وخمس عدات، هنعملهم 30 عد كتوتال، برضو ممكن نريح 30 ثانيه ونعدها تاني. اوكي ستوب، دي كانت تسخينه النهارده. اول سايكل معانا النهارده هنعمل سكوات في بريس 10 عدات، تمام؟ ونحاول ننزل ديب ويكون ظهرنا مفرود بالجنب يا احمد. تاني تمرين معانا هنعمل بيربي بوش اب في جامب. طبعا لو مش قادر تعمل بوش اب ممكن بس تنزل في وضع الثبات، ولو مش قادر تعمل الجامب مش لازم تعمل الجامب. 10 عدات هنعمل الاتنين في بعض خمس مجموعات ورايح 30 ثانيه بين كل دور او دقيقه. تاني سايكل معانا هنعمل دمبل كلين 10 عدات بنفس التكنيك اللي بيعمله الكوتش مختار، ممكن بالجنب يا احمد. طبعا ظهرنا لازم يكون مفرود، ولو مش قادر تخطف الدمبل ممكن تكتفي بس بحركه الديد ليفت. تاني تمرين معانا اوكي، سيب الدمبل سبليت جامب، هو زي تمرين اللانج بالظبط بس بنعمل جامب، تكون حركتنا خفيفه. مش قادرين نعمل الجامب نخليه لانج بس بدون جامب، وهنعمله برده 10 عدات تمرينتين في بعض ونريح 30 ثانيه خمس مجموعات. ودي كانت تالت سايكل معانا النهارده. تالت سايكل معانا النهارده هتكون خاصه بعضلات البطن وهركز عليها جامد قوي. اتفضل يا احمد في بوزيشن الضغط. هنبدا باول حاجه بلانك اليفيتور، انزل تمام 30 عد. تاني تمرين نخلينا في وضع الضغط فوق نعمل ماونتن كلايم 30 عد. تالت تمرين هننزل في وضع الثبات بلانك اوكي بلانك ونثبت 30 ثانيه، وبعد كده نريح دقيقه ونكرر اربع مرات اربع مجموعات. ودي كانت تالت سايكل معانا النهارده، ودي كانت تمرينه النهارده، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.